بسم الله، السلام عليكم. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير في احسن حال. اليوم جبت لكم طاجين التفاح. التفاح اللي نحطوه مع اللحم الحلو، جبت لكم طيبت لكم هكذا وحده باش جاي رمضان هكذا باش تعرفوا كيفاش تطيبوه. بالنسبه للمبتدئه تشوفوا هنا واش عندنا، راح نطيب لكم على طريقتي وعلى طريقه بسيطه. نروحوا قبل نشوفوا نوريكم كيفاش نقشروا التفاح. بالنسبه للمبتدئات لازم الحبه التفاح نحافظوا لها على هذا الحصى تاعها، ما لازمش نحولها، هي اللي تطبع لنا الحبه التفاح تاعنا. فوالا، ولا كنتي راح تعمريه باللوز نورمال نحيها. فوالا، لما كناش حين نعمروه ما نحوهاش، نخلوها هي اللي تطبع لنا التفاح تاعنا. فوالا هكذا نحافظوا عليها، نحو ديك القشره غير بالعقل باش ما باش من باش ما نقيسوش هذاك الحصى تاعها. دوك هكذا نطلوه كامل بالقارص باش ما يكحلناش، يبقى لنا التفاح تاعنا شباب. فوالا، وتجينا المرقه تاعو بيضه وشابه. فوالا، نحطوه هنايا في الماء تاني، الماء تاني اللي حطاتلو القارص. فوالا، حصرتو داك القارص وعاود حطيتو هنايا. فوالا، نروح نزيد نقشر معاكم وحده هكذا باش تبان لكم. هنايا نقشر معاكم وحده نوريكم كيفاش تعمروه. الا حبيتو تعمروه باللوز شوفوا واش ديروا. فوالا، هنايا شوفوا، هنا نجيبو هذيك اللي نحو بها الدولمه، نخدمو بها الدولمه ونحو بها هكذا، نحو بها هكذا الحبه التفاح تاعنا باش ما تفسدلناش. فوالا، ونعمروها باللوز ولا جوز ولا باش حبيتي تعمريها تعمريها. انا مش حنعمرو، راح نطيبو هكذا اقتصادي واش كاين خفيف ليه. شوفوا هنا واش عندنا، عندنا هنايا شويه تفاح، وعندنا هنايا كاس تاع ماء وكاس تاع مازهر وكاس تاع سكر. دوك في الكسرونه نحطو هنايا كاس تاع السكر كيله بكيله. هنا عامين بانا مش لحق عندي كيلو، عندي رطل تفاح، راح نحط كاس تاع ماء وكاس مازهر وكاس وكاس سكر. فوالا، دوك نحطوه مع النار ونخلوه حتى يولو يغلو. فوالا، ونحطو هكذا عود تاع قرفه. فوالا، ما نحطوش قرفه بودره تكحل لنا الشربه تاعنا. دوك نخلوه حتى كيولي يغلي ونخلطو في السكر، ما نخلوهش هكذاك حتى يذوب، حتى كيولي يغلي باش نحطو التفاح تاعنا. وما لازمش التفاح تجي عايمه عليه الشربه، لا لا، تجي الشربه تحته برك، ما تجيش عايمه عليه. لو كان تجي عايمه عليه راه يذوب لنا التفاح، ما عندوش الروح، راه ما يديش طياب. ليه هذه اللي قلت لكم حبيتوا تعمروها باللوز. اللوز نديروا له السكر ونديروا له بياض البيض ونعمروها ونحطوها كيما هكذا نورمال. اللي حبه تعمر باللوز، اللي قدرت على اللوز، اللي ما قدرش طيبه كيما هكذا وخلاص، حطيه مع طاجين الحلو مع اللحم الحلو. فوالا، كي طيبي اللحم الحلو هكذا طيبيه، عمري في البورتمونجي وخليه باش ما تبقاش كل يوم طيبيه فيه. فوالا، كي تجي طيبي اللحم الحلو، كي تحط تجي عفوا كي تجي تحطي اللحم الحلو تاعك، حطي هكذا حبيبه ولا زوج ولا على حسب العائله تاعك واش عندك هكذا، حطي حبه حبه ولا حطي حبه بين اثنين ولا واش كاين عندك العائله. فوالا، اللي قدرتي عليها هذيك ترجع لك انتيا. فوالا، دوك هنا نحطوه، ما لازمش يكون مغطي بالشربات باش ما يذوبناش التفاح، راه ما فيهش الروح. نخلو دوك حتى كيولي يغلي نقصولو، هاو بدا يغلي معايا هنا، دوك نقصلو ونخليه تشعل منش مكثرالو الشربات. دوك نروحو للجوز، عندي هنا شويه تاع جوز باش نزين برك ديكور برك، نوريكم كيفاش تقشروا الجوز بالنسبه اللي ما عندهمش هذيك لاباري اللي نقشروا بها اللوز. شوفوا اللوز عنده هنا جهه خارجه وجهه داخله، نحطوه هنا على الجهه الداخله والجهه هذه الخارجه نضربوها بحاجه ثقيله. فوالا، كيما هكذا بالحصى تاع المهالات ولا واش كان عندك، ومن بعد هكذا تخرج لنا الحبه كامله. شوف كي نقشروه كيما هكذا تخرج لنا الحبه كامله، هذه بالنسبه اللي ما عندهاش لاباري تاع الجوز. فوالا، من بعد نحولو هذه اللي في الوسط هنايا، راح نقسم الحبه على زوج. انا بان نديرو ديكور برك، انا نحطو ديكور برك. فوالا، تم بعد كي نحطو في الطبسي باش نحطو ديكور برك. دوك التفاح تاعنا بعد ما غلى وطاب شويه نزيد له زوج مغارف تاع سكر. وانت الا كان عندك المعجون تاع التفاح حطي له معجون تاع التفاح، ولا حطي له حسيله، ولا حطي له معجون تاع المشمش. فوالا، ترجع ليك الاختيار، يرجع ليك. دوك نخلوه ما نخلطوش فيه بالمغرف، لا لا، غير هكذا برك هبط السكر برك، انا نخلوه حتى اللي يطيب وما يديش طياب. ليه يطيب؟ مي با مي با 10 دقائق يطيب التفاح، ما عندوش الروح. نمسو هكذا بصبعي، كي نلقاه طاب خلاص نطفي عليه. شوفوا شحال يدير معنا الرغاوي، نورمال ما يخلعوكش هذا الرغاوي، خليه او طاب انا طفيت عليه. بالنسبه للمبتدئات مسيه بالموس، كي تلقايه طاب نحيه. فوالا، ما يديش طياب، ما تروحيش تخليه تبقاي تما في الكوزينه عنده، ما يديش طياب. ليه يطيب؟ هاو طاب معنا ونخلوه حتى يبرد باش نحطوه، ما نحطوش تمتم راه يذوب لنا، خلو شويه يبرد يشد روحو من بعد نحطوه. فوالا، شوفوا ديك المرقه تاعنا شحال جات شفاف وشابه، لازم المرقه تاعو تجي هكذا شفاف وشابه، ما تجيش كحله. فوالا، ما ديرش القرفه تاع البودره عفوا، ندير القرفه تاع العود.
هذاك نحط لكم هكذا قبلكم باش تشوفوا كيفاش نحطوه. نحطوه هكذا بالمغرفه، نروحوا بالمغرفه نفدوا بالوحده، ما نفدوش هكذا من الحصى تاعو، هاي تروح لنا خلاص. طيب فوالا هكذا غير بالعقل نفدوه بالمغرف ونحطوه ونخلوه حتى يبرد باش ما يفسدلناش، خاطرش كي يولي سخون يولي يذوب. شوفوا انا راني ثم ثم من بعد 10 دقائق هاو ذاب معايا، فوالا ما تغفليش عليه كامل، تبقاي تما في الكوزينه ما تغفليش عليه، فوالا وخليه شويه شاد روحو، ما تخليش يذوب، تخليش يطيب حتى يذوب. الا طاب حتى يذوب عفوا حتى يذوب راه ما يجيش شباب. فوالا هكذا وديري له هكذا تحطيه مع قلت لكم طاجين حلو. فوالا هكذا شوفوا ديك المرقه شحال شفافه وخفيفه معنا. فوالا تحبي تزيدي لها الحسن زيدي لها الحسن. دوك هنايا ندير له الديكور هكذا تاع بالجوز والقرفه تاعو هذيك. فوالا شوفوا هنايا قلت لكم بلي هذيك الحصى تاعو تطبعوا بزاف، تعطي له ديكور بزاف شباب. فوالا زينته هنا بشويه تاع الجوز. فوالا هذه اختياريه. فوالا مام هو اصلا ما يتقدمش وحده، تحطيه هكذا تحطيه ما تحطيهش وحده، حطيه مع العينه ولا اللي هو البرقوق ولا مشماش ولا واش كان كاين عندك، ولا ما كان عندك والو زيدي معاه الزبيب وخلاص. فوالا هذا هو التفاح تاعنا. حطيت لكم حبيبه هنا باش نقسمها قدامكم باش تبان لكم وباش تاني ما تقعدش في خاطركم. فوالا هكذا شوفوا شحال طايب معنا، راه ذايب من بعد 10 دقائق، انا ما خرجتش من عنده خلاص، بقيت تما واقفه عند الفرن حتى لي طابلي. فوالا ما تغفليش عليه كي تحطيه، ما تغفليش عليه ديري بالك ما فيهش الروح ليه ليه يطيب. هذا هو التفاح تاعنا، نقولكم شاهدكم في الجنه، ان شاء الله يعجبكم ومع السلامه.